دشنا أمين عام محلي أبين مهدي الحامد حملة التحصين ضد مرض شلل الأطفال التي تستهدف 140 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل ردفان عمر. 104 طفل وطفلة دون سن الخامسة تستهدفهم حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي بدأت اليوم في عاصمة محافظة أبين زنجبار برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر معسن باعوم ومحافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم بدعم من منظمتي الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف. الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ مهدي الحامد في كلمة التدشين تمنى النجاح للحملة شكرا الجهات الداعمة لهذا العمل الإنساني العظيم. نتمنى من أهالي جميعا الآباء والأمهات والمواطنين أنهم يساعدوا هذه الفرق على تسهيل مهامهم. نشكر وزارة الصحة، نشكر كذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف على هذا الدعم، ونتمنى أن تنال هذه الحملة رضا الجميع وأن تتم في كل المديريات. وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة إشراق السباعي أكدت أن هذا المرض عاد في الانتشار مجددا نتيجة لظروف الحرب وتعنت الجماعة الحوثية في المناطق المسيطرين عليها، وتمنت الحملة النجاح. نحن اليوم حملتنا سوف تصل إلى من بيت إلى بيت، من منزل إلى منزل، يعني على الحملة هذه تنطلق على مستوى اليمن، وأتمنى اليوم أن تنجح هذه الحملة في محافظة أبين الذي دائما أنا ألاحظهم الحريصين على يعني تنفيذ أي حملات خاصة بما يخص التحصين بالنسبة للأطفال. مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور جمال ناصر مذيب أكد أن الحملة عازمة على القضاء على هذا المرض، داعيا المواطنين إلى التصدي لحالات الرفض والتحريض من أجل مصلحة أطفالهم. الحملة للحد من انتشار هذا الوباء الفيروسي الذي يصيب الأطفال ويصيبهم بالإعاقة الدائمة، لأن هنالك ظهرت بعض الحالات، بعض الحالات الرفض، بعض الحالات التحريض ضد التطعيم، وهنالك فتاوي ضد التطعيم. نهيب بالجميع التكاتف لإنجاح هذه الحملة. مديرة مركز الأمومة بزنجبار سعيدة جابر دعت الأمهات والآباء للتفاعل لأجل إنجاح الحملة. فتدشين الحملة في هذا المركز، وعندنا 12 فريق متنقل من منزل إلى منزل، وأتمنى من جميع الآباء أن يرحبوا بهذه الفكرة وأن يلقحوا لأطفالهم نقلل المرض منتشر. وتستهدف الحملة التي تستمر 3 أيام عدد 104 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة، يشارك فيها 1350 عامل وعاملة صحية على مستوى المديريات، وعدد الفرق المشاركة 653 فريق صحي ثابت ومتحرك، عدد المشرفين 1490 مشرف ومشرفة. وتنفذ الحملة التي تستمر من الخامس إلى السابع من شهر ديسمبر الحالي من منزل إلى منزل. لقناة عدن الفضائية ردفان عمر، محافظة أبين.